يشهد معرض اهلا رمضان بالغردقه اقبالا كبيرا من المواطنين يضم المعرض ما يقرب من 15 عارضا من التجار وفروع السلاسل التجاريه لجميع السلع الغذائيه بكميات كبيره وبأسعار مخفضه وذلك لتوفير جميع السلع الغذائيه الاساسيه بأسعار تقل 20% عن مثيلاتها بالاسواق، وأعرب المواطنون بالغردقه عن سعادتهم بتوفير اسعار مخفضه للسلع الغذائيه الاساسيه التي يحتاجون اليها، مشيدين بدور الدوله في مواجهه الغلاء. اقمنا عده معارض بمدينه الغردقه وجميع مدن المحافظه ان شاء الله. تباعا المعرض يعني تميز هذا العام ان معرض متخصص في السلع الغذائيه السلع الغذائيه الاساسيه لتوفيرها بسعر يعني جبنا يعني عملنا على توفير المنتجات بسعر جمله عملنا اتفاقيات مع كبرى السلاسل التجاريه في الغردقه والبحر الاحمر عموما والمنافذ واصحاب المخابز والسلاسل و... و... وقعدنا واتفقنا ان احنا ما فيش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها احتكار، ما فيش حاجه اسمها تخزين، لازم كل اللي عنده سلع لازم يطلعها للمواطن عشان سعر السلع ما يغلاش طبعا. ف... فبالتالي لما يحصل كده يبقى السلع كلها متوفره. احنا بنشكر طبعا القياده السياسيه إنها فكرت في مثل هذه الحلول الغير تقليديه لتوفير السلع الاساسيه لجميع الاسر وجميع المواطنين في البحر الاحمر.